تحتضن الجهة الشرقية حوالي 2 مليون من السكان، منهم أكثر من 60% بالمجال الحضري. تتوفر المنطقة الساحلية من الناظور إلى السعيدية على شواطئ خلابة ومرافق ذات أنشطة تجارية بالناظور وأخرى ترفيهية كمرفأ السعيدية الترفيهي. ويصب هناك نهر ملوية، أحد أكبر الأنهار المغربية، الذي ينتظم جريانه بفضل سدي محمد الخامس ومشرع حمادي. وبعيداً عن الساحل في اتجاه الجنوب نجد هضبة طريفة التي تفصلها عن هضبة أنقاد سلسلة بني زناسن المعروفة بمغاراتها كمغارة جمل ومغارة حمام. عند تجاوزنا لبني زناسن وهضبة توريرت التي تحتضن تواجداً بشرياً منذ القديم، نصل إلى منطقة تتواجد بها دبدو، وهي مدينة ذات مولود يهودي وإسلامي هام. في اتجاه أقصى الجنوب الشرقي يصبح الجو أكثر جفافاً. تعد واحة فيجيج الواحة الوحيدة الواقعة شمال المغرب، وتكمن أصالتها في تخطيطها العمراني المكون من 7 قصور تتمتع بالاستقلالية في تدبير شؤون واحة النخيل والأراضي الزراعية. وتمتاز هذه المدينة كذلك باحتفاظها على التقاليد وعلى موروثها المعماري. وفي تنقلنا نحو عاصمة الجهة وجدة، مروراً ببعرفة وتندرارة وعين بن مطهر، نعبر النجود العليا المغطاة بالحلفاء. وتعد هذه النبتة التي تشكل علفاً للأغنام والجمال ضرورية في المحافظة على التربة، وتغطي أكثر من 2 مليون هكتاراً، وهو ما يمثل 80% من الغطاء الغابوي بالجهة. وتحت تأثير الرياح القوية بالصحراء تتعرض الكثير من النباتات إلى التلف، كما هو شائع بالنسبة للنبتة المسماة قرنبيط بحمالة، وهي نبتة محلية بمنطقة فيجيج. تم إنشاء المحطة السياحية الجديدة في إطار المخطط الأزرق على الساحل المتوسطي الواقع بين وجدة والسعيدية، وذلك في منطقة رطبة ترتفع فيها درجة الملوحة، مما يطرح بشكل خاص مشكل معالجة المياه العادمة. تعرف الجهة العديد من المشاكل كتلوث الشواطئ وتدهور الغطاء الغابوي وتلوث صناعي، خاصة بمنطقة شرادة حيث كانت تتواجد مناجم الفحم التي تم إغلاقها، وهي مواقع صناعية تم اكتساحها بمياه الأمطار، وتشكل اليوم مصدراً لمشاكل بيئية ينضاف إليها تلوث الهواء الناجم عن سحب الدخان الكثيفة التي تنبعث من المحطات الحرارية التي تشتغل بقوة 165 ميجاوات. تعاني الجهة الشرقية على غرار كثير من جهات المغرب من ظاهرة سعرية الناجمة عن جريان السيول المائية، حيث اختفى الغطاء النباتي. يكتسي زحف المباني في وجدة والناظور على حساب المناطق الزراعية خطورة متزايدة. تعرف بحيرة بوعرق المعروفة ببحيرة الناظور أو مرشيكا تلوثاً كبيراً من جراء المياه العادمة لمدينة الناظور، نظراً لغياب محطة تصفية هذه المياه وارتفاع الكثافة السكانية وضغط التعمير والأنشطة السياحية، مما يؤدي إلى تدهور الشريط الساحلي. من أجل مواجهة هذه المشاكل تعتمد الجهة على مخطط جهوي وعلى تطبيق الاستراتيجيات التنموية الوطنية الكبيرة. تم إنشاء مواقع جديدة للصيد ونقاط للتفريغ كما هو الحال في راس الماء، من أجل تحريك قطاع الصيد التقليدي وهيكلته. تحتضن الناظور كذلك مركزاً جهوياً للبحوث البحرية يهدف إلى المحافظة على الأجناس البحرية والبحيرية، وتعد بحيرة الناظور من أكثر البحيرات إنتاجية في البحر المتوسط. تم إدراج مصب نهر ملوية كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية وموقع مصنف في اتفاقيات رامسار، نظراً للتنوع البيولوجي النباتي والحيواني الذي يحتضنه. وتحتاج بعض الأنواع من الأسماك النادرة والمتوطنة في المستنقعات إلى الحماية. وتوجد في الجهة 10 مواقع أخرى ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية.
وتهم الأشغال بالوسط الحضري تطوير الطرقات وإعداد المجالات الخضراء وكذا تجهيزات الصرف الصحي الكبيرة. تهيئة كورنيش بالناظور والسعيدية، رد الاعتبار للفضاءات العمومية وإعادة تأهيل المولد التاريخي والثقافي وتأسيس فضاءات القرب للاستجمام والراحة وإعادة تأهيل حديقة للا عائشة بوجدة. في مدن متوسطة كبركان بادر النسيج الجمعوي إلى محاربة مشروع عقاري من أجل المحافظة على حديقة لقالق. معالجة المياه العادمة عبر التطهير والتصفية الطبيعية بمدينة وجدة في طور إنجاز، وسيعمل هذا المشروع على إعادة استغلال المياه العادمة المعالجة في الزراعة، وتتوفر المراكز الصغيرة كبركان وبوعرفة وتوريرت على محطات المعالجة الطبيعية. أما الناظور فسيتم تزويدها قريباً بمحطة للتطهير والتصفية المعتمدة على الطين المفعل. تتم معالجة النفايات الصلبة بوجدة في مطرح مراقب يتوفر على نظام لجمع واسترجاع البيوغاز لاستغلاله في توفير الطاقة الكهربائية، ويتوفر كذلك على محطة لمعالجة المواد المترشحة لتفادي تسرب العناصر السامة إلى المياه الجوفية. وتتوفر مدينة بركان وفيقيق أيضاً على مطرح مراقب، وما يزال مطرح الناظور في طور الإنجاز. من أجل مواجهة الفيضانات المدمرة يتم في وجدة تصريف روافد وسيول واد إسلي عبر قناة بطول كيلومتر واحد، كما تتوفر المدينة على نظام إنذار للفيضانات. تمت بجرادة إعادة تأهيل الأكوام المجاورة سابقاً لمناجم الفحم بغرس الأشجار، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تكوين الغابات. من أجل إنعاش سياحة المحافظة على البيئة تم إطلاق عملية لتنظيف بحيرة الناظور من النفايات العائمة مع تطهير الشواطئ على طول الساحل المتوسطي. يسعى المشروع السياحي بمرشيكا المزمع إنجازه على شريط ساحل هش إلى التوفيق بين التنمية السياحية المسؤولة والمحافظة على المجال الطبيعي الغني. من بين أكبر المشاريع في المنطقة الشرقية المحطة الحرارية بعين بن مطهر التي تشتغل بقوة 300 ميجاوات حالياً وستصل إلى 472 ميجاوات مستقبلاً، حيث تسعى إلى جعل المحطة قطباً طاقياً لتتمين الطاقة المتجددة، والذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجية الدولية للتنمية المستدامة.